البوست اللي جاي عايزين نتكلم حقيقه طول الوقت. وزاره الصحه بتاكد على ضروره ان الستات لازم تروح عيادات المراه الامنه اللي بتوفر لكل ست مصريه مساحه امنه واجهزه متخصصه للكشف عليها. والوزاره قالت كمان في بيان ليها ان عيادات المراه الامنه بتقدم خدمات كتير جدا جدا مهمه لكل ست، منها مثلا خدمات الدعم النفسي لو عندها مشكله نفسيه، الارشاد الصحي بما نتكلم على النفسيه والعلاقات الزوجيه والمشاكل اللي ما بتخلصش طول الوقت. كمان قالت الوزاره انه تم افتتاح اول عيادات المراه الامنه لتقديم الدعم النفسي ده للستات اللي اتعرضوا للعنف كمان. يعني الحقيقه في محافظات كتير جدا هيكون فيها، بس اولها مركز طبي اهالينا في القاهره. ده بديل للعشوائيات والناس المعنفه اللي بتطلع من لا ما تحاوليش مركزه النهارده. كمان المقرر ان هم هيتم تجهيز 21 عياده تخصصيه لمناهضه العنف ضد المراه كمرحله اولى في 2022.